هالبنات هالبنات، شوفوا شوفوا، ماشي المطرب ابراهيم يسار هذاك؟ هو الفنان ابراهيم يسار، انزعمو ندوي معاه. ويلي يا صاحبتي، ويلا دار فيك غتحسي براسك. شحال تحطو ندوي معاه ونجيب من عنده حتى نمرة التليفون. يلا ديريها ولا شدي شي خاص قلعة الكوكا وتبقاي في كلمتك. هانتي شهدي عليها، يلا وريها شطارتك. واخا السلام عليكم، الفنان ابراهيم يسار هذا. اييه هو هذا. انشونت ابراهيم، لاباس عليك؟ انا وحده من الفان ديالك، فريمون كنموت عليك. مرحبا بك، حتى حنا ما كنغنيو غير الناس بحالك. سي بوسيبل تعطيني نمر التليفون؟ اييه مرحبا، قيدي 06 64 64 79 16. وكان بروبليم لاتصلت بيك؟ مرحبا، على الراس والعين، بالحق شرفينا بعدا بسميتك. جو مابيل سميرة. المهم حنا على اتصال، وكنشكرك بزاف على هاد الوقت اللي عطيتي. العفو. تسمح لي بشي صورة؟ ماشي مشكلة. ايه عافاك، تفضل. شكرا. بارك الله لك. انشونتي. ميرسي. وبقى عند كلمتك وخلصيها. واه غير سلمتي عليا قلتي لي جوج كلمات وبغيتي نخلص على القرعه ديال الكوكا، مالو طاح في غرامك؟ ها نمر التليفون وغنعيط ليه وتشوفي واش طاح في غرامي ولا لا. الو الو ابراهيم، هو هذا، شكون معايا؟ انا المعجب اللي خديت معاك صوره في القهوه. حاولي تذكريني فين القهوه. اسمحي لي راكي عارفه. معليش، بين عندك بزاف ديال المعجبات. الحمد لله، حتى انا واحدة من الفان اللي كيحماقوا على الاغاني ديالك وديما كنسمع ليك. انت سمع اللي سمعك في هذه الاغنيه يقول كتعاني من الحب. ها على الحب وما يدير. كاع داكشي اللي سمعتي في الاغنيه راه جاري ليا. واه زعما؟ وكيعجبوني الكلمات اللي كيهضروا على الواقع. واش ما نقدرش نشوفك؟ حيت عندي بزاف ما نقول لك. وعلى حسب، الا كان الوقت ما فيها باس. ايوا الوقت اللي بغيتي عيط ليا. ان شاء الله الوقت اللي بغيتي صوني ليا. واخا ان شاء الله. واه سمحي لي جيت معطل شويه. سمح لي ديرون جيتك البارح في التليفون. اوه لا ما كاين، بس مي سول فيك غير اللي بغاك. قولي لي بعدا، هاد الزين كيقرا ولا كيخدم؟ ما كنخدم ما كنقرا، بابا ما خلاني محتاجه لتا حاجه. علاه بابا كاش كيدير؟ بابا عنده شله مشاريع وان بلوس راه عضو في البرلمان. اذا انت بنت راجل مهم. يحسن عوان وهذا اللي غيعشقك ويرتبط بك. دولي شويه على حياتك. حياتي كندوزها بحال كاع الفنانه. الفنان نصف عمره ديالو والنص الاخر ديال المحبين ديالو، وحياتي الشخصيه نصها احزان نصها افراح. هي كاع داكشي اللي في الاغنيه جاري ليك؟ فيها اللي جرى لي انا وفيها اللي جرى لناس اخرين. فريمون شوقتيني القصه ديالك، نشوف واش المطعم نتعشاو فيه وكمل ليا قصتك. اش قلتي داكور؟ علاش لا، هي الاولى. في الحقيقة الحب نعمة، نعمة من الله. الحب شي حاجة كبيرة، وحتى أنا بحال كاع الناس
محتاج لشي حد اللي يبغيني ونبغيه. ولكن الحب صعيب في هاد الزمان. في هاد الزمان بنادم ما بقات فيه ثقة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهاد البنت إذا كانت نيتها حسنة، المهم دير النية، ماشي بعيد هاد البنت تكون نيتها حسنة. ألو سميرة. ألو وي. أنا بغيت نشوفك في أقرب وقت. فهمتي؟ واه فهمت. المهم في نفس البلاصة في القهوة ديال ديما. داكا أنا جاية. سميرة هاد الجلاس في القهوة طلع لي في راسي. إلا كنتي كتبغيني بحال اللي كنبغيك خدي لي موعد مع باباك، بغيت نطلب يديك منه. شحال وأنا كنتسنى هاد اليوم إبراهيم، وبابا غير فرح بيك. باك من الناس الكبار ديال البلاد، زعما يقبلني نتزوج بك. انا اللي عارفه بابا راجل متواضع وزيدون كل شيء في خبار بابا. غتلاقى معاه وغيعجبك. ويمتى تلاقيني به؟ وقت ما بغيتي، قولها ليا ناخذ لك موعد معاه في اقرب وقت. مساء النور بابا. سلامت بنتي سميره، لاباس شفتك هاد الصباح. السلام عليكم سي الحاج. سلام ولدي، لاباس عليك؟ لاباس الحمد لله، الله يطول عمرك. كتعرف هاد السيده بابا؟ ويلي وهل يخفى القمر؟ السي ابراهيم الفنان المشهور ديالنا. الله يكبر بك. مرحبا بولدي، تفضلوا. بابا ابراهيم بغى يهضر معاك في داكشي اللي كنت قلت ليك. اييه نسمع ليه. مرحبا. وقيلا نخليكم دابا، نخليكم تهضروا في راحتكم. واخا بنتي الله يرضي عليك. قول لي اشنو المطلوب؟ بصراحة سي الحاج الموضوع، انا طالب راغب في بنتك سميرة، بغيت نتزوجها على سنة الله ورسوله، وهذا هو الطلب. ايوا مرحبا بك ولدي، راه بنتي سميرة دوات لي عليك، انت ولد الخير وولد الاصل مربي، وتانا ولدي كيعجبوني الرجال بحالك وكيشرفني نتناسب معك، وانا فرحان بنتي اختارت الراجل اللي كتستاهل، هذاك هو المهم. ايوا سي الحاج الله يجيبنا في الصواب وليه لا يحشمنا. واللي غادي نقول لك ولدي، جيب العائله ديالك. مرحبا بكم، وانا ما عليا غير نقول لكم الله يكمل بخير. اللهم امين سي الحاج، خليناك على خير الله يهنيك. والله حتى حس بقلبي غيوقف. هذاك راه الغرام. ايوا صدقات ليك، كنتي غير مخاطره معنا وكتضحكي، الساعه درتيها بصح باين لي بديتي كتحبي، والحب صعيب. الا كان هذا هو الحب مرحبا بيه، ولا كان هذا ادب الحب مرحبا بيه. انتي امرني بنسى خيرك، انتي سببي في هذا الحب اللي تخاطرت معاك، تخلص عليك كامل ديال الكوكا ماشي غير وحده. نوح عليك ما تنساوش تمشيو معايا عند الخياط، باغي نلبس بدوقكم. نمشيو معاك عند الخياط، ونمشيو معاك للصالون، ونمشيو مع اختي فين ما بغيتي، حيت بحال هاد النهار فين كيبانوا الصحابات. كنا غير كنضحكوا درتها بصح، ولات كتبغي ويبغيها، الا ما فرقتوش عليها راه ما تسماش نعيمه. مرحبا بمشاهدينا الكرام على المباشر، نحن في ضيافة عائلة عيسار بمناسبة حفل زفاف الابن البار الفنان إبراهيم عيسار. حدثنا عن شعورك بهذه المناسبة السعيدة. في الواقع أنا جيت سعيد بالمناسبة ديال زواج بنتي، وبالخصوص من اللي تزوجات بالفنان إبراهيم عيسار. كلمة للمشاهدين. مرحبا بكم، أنا كنشكركم بزاف من اللي شرفتوني وشاركتوا معايا هاد الفرحة. بدورنا كنهنيوك سي عيسار وكنسولوك على رأيك في المناسبة. من طبيعة الحال حتى أنا فرحان بهاد المناسبة، وحتى أنا بدوري كنشكر كاع هاد الناس اللي جاوا وشاركوني هاد الفرحة. الله يخليكم الله يخليكم، سمعوا ليا عندي شي حاجه بغيت نقولها لكم. قال له زمان اللي عطى الكلمه وفاها.
برافو سمير اختي، هانتي ها قلعة الكوكا اللي تخاطرنا عليها. سمعوا عندكم تسحبوني هبيلة، انا وصاحبتي سميرة اش خاطرنا؟ الا دات ابراهيم يسير نخلص على قلعة كوكا، ولا ما داهاش تخلص عليا. سي ابراهيم اش غتقول لنا على هادشي اللي جرى؟ اللي غنقول خص بنادم يفهم، هاد الحياة ما حدك عايش فيها وانت كتقرا، واليوم راه ما بقى الثقة في بنادم، ما بقى في الدنيا غير الغدر والنفاق. هادي قصة عشناها في الواقع وخصنا نستافدو منها جميع. وكنقول لهاديك اللي شمتاتني وضحكات عليا، القلب اللي كان معاك وكان يهواك راح. غير روحي روحي، القلب اللي كان معاك وكان يهواك راح راح راح. غير روحي روحي، اليوم انساك وانسى ما فات معاك بنواح وجراح وارتاح. جيتك بالدمع يسيل، عندك ناس رجاك، نسيتي عشق الليل يا كلب يضياك، درت التاويل من فمك، انتي على الويل واللي تحداك. غير روحي خليتيني كطير بلا جنحين.